الصورة اللي معانا النهاردة صورة الأفضل في العالم كريم بنزيما، والحقق رقم قياسي جديد ورفع عدد أهدافه ل 228 هدف بقميص ريال مدريد في الدوري الأسباني علشان يتقدم للمركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الملكي، ويتساوى مع الأسباني راؤول، وبيجوا الاثنين ورا بعض، والاثنين بيجوا بيسبقهم طبعا الدون كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد برصيد 450 هدف، رقم كبير جدا صعب حد يقدر يحققه الصراحة دلوقتي أو بعدين. يعني انتوا لو بصينا كده ولو انتوا متخيلين ان التاني اللي وراه على طول مسجل 228 هدف، يعني نص أهدافه بالظبط. رونالدو يا جماعة أسطورة لن تتكرر. صح مظبوط. كريم بنزيما كمان الحقيقة بيقدم أداء استثنائي مع ريال مدريد طوال الفترة اللي فاتت، خصوصا في موسم 2021 و2022، سواء على مستوى محلي أو على المستوى الأوروبي، وطبعا توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، وهو اشتغل على نفسه كتير جدا علشان يقدر إن هو يحقق ويوصل لوصله طول الفترة اللي فاتت، خصوصا وإن في الفترة اللي فاتت كريستيانو كانت الأضواء طبعا كلها متسلطة عليه. علشان كده لما مشي كريستيانو من ريال مدريد بنزيما حس ان دي فرصته الوحيده علشان يقدر ان هو يثبت نفسه ويقدر يحقق انجاز. هو تعب واستنى، والحقيقه ربنا كافئه في النهايه مكافاه يعني هايله ان شاء الله. بنتمنى له كل التوفيق في اللي جاي.